قالوا لي ما تروحي. قلت لهم قلبي عنده. قالوا لي عنده مشاكل. قلت لهم مستعدة واجهها معه. قالوا لي ما رح تنجحوا سوا. قلت لهم أنا مآمنة فيه. قالوا لي ليه رجعتي؟ قلت لهم لأنه نحن بحاجة للبنان أكثر مما هو بحاجة لنا. لقونا بالمؤتمر السادس للطاقة الاختيارية اللبنانية ب7، 8، و9 حزيران بـ The Parks بيال.